عملية إعادة الإعمار ليست صورة أو مشهد ينتهي. تحدث صندوق إعادة الإعمار عن إجمالي مبالغ تقدر بأكثر من 200 مليار دينار عراقي خصصت لمحافظة نينوى. الحديث كان على لسان رئيس الصندوق في العراق الدكتور مصطفى الهيتي الذي أعلن عن هذه الأرقام خلال المؤتمر الأول في الموصل وهو يستعرض أنشطته. لاحظنا أن هنالك رؤى وهنالك تحديات وهنالك وجهات نظر بالتأكيد سوف تنعكس على مخرجات هذه الجلسات. تتقاطع الحكومة المحلية مع صندوق الإعمار ودائما ما تنفي الأرقام التي يطرحها عن الموصل. غابت الحكومة المحلية ومجلسها عن المؤتمر وحتى لجنة إعمار الموصل. نحن كمجلس محافظة الحقيقة لم يتم التنسيق معنا في هذه المشاريع ولا نعلم هذه الأرقام، لا يوجد لدينا قاعدة بيانات لهذه المشاريع وهذه الأرقام كونهم لم ينسقوا معنا، بالإضافة إلى كثير من الجهات اليوم تقوم بالعمل في محافظة نينوى دون التنسيق مع مجلس المحافظة. تضمن المؤتمر ما تم صرفه بالأرقام على قطاعات الماء والكهرباء والطرق والجسور، فضلا عن مشاريع في المرحلة الثانية من صندوق البنك الدولي، لكن ذلك لم يقنع بعض الحاضرين. وانا من الموصل دا شفت له مشاريع وشفت سمعت ارقام، الارقام هاي وين راحت؟ تفاجئنا بصراحه انسحاب بعض الاخوه من اعضاء مجلس المحافظه وممثلين بعض الدوائر لاسباب نجهلها، اما انهم لا يمتلكون معلومات كافيه عن موضوع اعاده الاعمار او انه ذكرت ارقام وربما سببت لهم بعض الاحراج. المؤتمر الذي عقد في الموصل تبناه مركز نينوى للاستشارات والبحوث والذي اعلن عن تقديم خدماته بالمجال للدوائر الحكومية. من الموصل جمال البدراني، الشرقية نيوز.